اهلا بكم من جديد في نقاط ساخنه وفقرتنا الحواريه الاولى النهارده خصصناها للحديث عن الحرب التجاريه بين الولايات المتحده الامريكيه والصين بعد ان اختارت واشنطن اللعب بورقه تايوان للضغط على الاداره الصينيه لتقديم تنازلات في الحرب التجاريه بين البلدين. الى اي مرحله وصلت الحرب التجاريه؟ هل تفلح الولايات المتحده الامريكيه في اللعب بهذه الورقه ورقه تايوان؟ وماذا تحمل الينا الايام القادمه في العلاقات بين البلدين وخصوصا ان هناك هدنة تم إعلانها على هامش قمة العشرين؟ كل هذا وغيره نناقشه مع ضيفي في هذه الفقرة الحوارية من نقاط ساخنة. الدكتور محمد فايز فرحات، الخبير في الشؤون الأسيوية والعلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. وأيضا الدكتور ياسر جد الله، مدير مركز البحوث والدراسات الصينية وأستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا. إذا سمحتم خليني أبدأ مع دكتور ياسر. يعني دكتور ياسر، بداية هل لك أن تحدثنا عن الموقف الأمريكي التاريخي في قضية تايوان، وخصوصا يمكن أن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون أكد على موقف أمريكا الداعم والمؤيد للصين الواحد عام 1972؟ هو طبعا يعني الموقف التاريخي، يعني نقدر نقول أن الإدارة الأمريكية حاليا بقيادة الرئيس ترامب نسفت الوضع التاريخي الخاص الداعم للصين في مسألة تايوان، باعتبار ان الصين بتعتبر ان تايوان والصين حاجة، يعني حاجة واحدة، وبالتالي الوضع كان مختلف. ما نقدرش ان احنا نبص على الوضع التاريخي ان هو يعكس الوضع الراهن الحالي، لان طبعا الادارة الحالية للولايات المتحدة الامريكية هي ادارة بتركز على الشأن الاقتصادي، باعتبار ان الرئيس الامريكي هو يعني من رجال الأعمال الكبار في هذا الشأن، وبيستخدم أمور كثيرة للضغط على الجانب الصيني، باعتبار أن الوضع بين بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة يعني أصبح يعني غير مواتي وغير مناسب بشكل كبير جدا. لكن يعني أنا شخصيا يمكن اتكلمنا على الوضع ده مثلا من سنتين تقريبا برضو في برنامج قضايا ساخنه، وما كنتش اتوقع ابدا انه يتطور ان يبقى حرب تجاريه بهذا الشكل. يعني فده بيوضح ان يعني ما نقدرش نعتمد على، احنا دايما في التنبؤات بنشوف الماضي، نعتبر ان العلاقات التاريخيه صحيح بتعكس المستقبل. عشان كده نقدر نقول ان في نسف تام لهذا الوضع اللي كان موجود بين الولايات المتحده الامريكيه والصين في الماضي والاداره الحاليه لامريكا. نعم دكتور محمد، البعض يتساءل يعني سبب استخدام الولايات المتحده الامريكيه لهذه الورقه، ورقه تايوان، في حربها مع الصين، ام ربما تعتقد ان صفقه الاسلحه مجرد صفقه بدون اي هدف يعني للضغط على الصين؟ أولا يجب أن نعرف أن هذه الصفقة ليست هي الصفقة العسكرية الأولى بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان، يعني دائما أو من وقت لآخر تجرى مثل هذه الصفقات، وتجرى دائما في سياق يعني التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. فبالتالي هذا يؤكد من جديد أن تايوان تمثل ورقة مهمة يتم استخدامها ضد الصين للتأثير عليها في ملفات أخرى. في السابق كان يتم التأثير على الموقف الصيني فيما يتعلق بقضية كوريا الشمالية، الآن أصبح هناك أضيف إلى هذا الملف ملف آخر وهو الحرب التجارية. هذه الصفقة حتى الآن لم تنل من التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالمبدأ، وهو الاعتراف بصين دولة، يعني صين واحدة، وهو يعني أن تايوان يعني باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا جزء من الصين الأمة أو الدولة الصينية. فالصفقة التجارية، الصفقة العسكرية مع تايوان في تقديري ما زالت هي ورقة تستخدم ضد الصين في الملفات المختلفة، وعلى رأسها الملف الخاص بالحرب التجارية، ولكن لا تعكس في تقديري أو لا تؤشر إلى تحول أمريكي فيما يتعلق بمبدأ صين واحدة. ولكن في كل الحالات يعني هذه الورقة ستفلح بها الولايات المتحدة الأمريكية في استخدامها كورقة الضغط على تايوان؟ ليس بالضرورة طبعا. مسألة العلاقة الحرب التجارية هي مسألة معقدة، الطرفين يعني كل منهما حجم المكاسب أو الخسائر النهائية
النهائية سيعتمد على عوامل عديدة جدا، لأن هناك مكاسب يحققها كل طرف، ولكن في نفس الوقت هناك خسائر أيضا يحققها كل طرف، وبالتالي التأثير النهائي في تقديري سيعتمد على يعني مجمل هذه العوامل. على الجانب الأمريكي طبعا هناك بعض المكاسب تحققت بالفعل، منها أنه حجم العجز التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تراجع إلى حد ما، أيضا هناك درجة من الشعبية حققها الرئيس الأمريكي بالنسبة لبعض المنتجين الأمريكيين الذين ينتجوا سلع مشابهة للسلع التي يتم استيرادها من الصين. هناك بعض المكاسب يعني الأخرى تم تحقيقها، ولكن تظل هذه العملية عملية معقدة، لأن على الجانب الآخر هناك خسائر أيضا يعني تتحقق، منها على سبيل المثال صعوبة توفيق الموردين أو المستوردين الأمريكيين، صعوبة يعني قدرتهم على توفيق أوضاعهم، بمعنى البحث عن موردين آخرين بدلاء أو بديلين للمورد الصيني. وأعتقد في هذه المسألة ربما يواجهوا يعني صعوبة كبيرة، لأن السلع الصينية ما زالت تتسم بدرجة كبيرة من التنافسية. بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل تتعلق بالتأثير أيضا على حجم الطلب الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن من سيتحمل هذه الرسوم الجمركية في النهاية هو المستهلك، وبالتالي هذا سيؤثر على ارتفاع في أسعار السلع المستوردة. إذا ما تم استيرادها من الصين بالفعل سيؤثر هذا بالتالي على حجم الإنفاق أو حجم الطلب الداخلي، بالإضافة لأن الرئيس الأمريكي اضطر أيضا لموازنة هذه التأثيرات، اضطر إلى دفع بعض المساعدات المالية لبعض المزارعين خاصة مزارعي فول الصويا. فبالتالي التأثير النهائي لهذه الحرب التجارية، من سيكسب ومن سيخسر، يعني سيعتمد على قدرة كل طرف على الموازنة بين كل هذه الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية. لو تحدثنا على الصين دكتور ياسر، يعني ربما الرئيس الصيني صرح في رسالة واضحة إلى الرئيس الأمريكي أن لا يتم الزج بتايوان كورقة للضغط على الصين، من ماذا تتخوف الصين تحديدا دكتور ياسر؟ يعني أنا في اعتقادي الشخصي، يعني طبعا زي ما الدكتور بيتكلم، المسألة التجارية أو الحرب التجارية بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ما نقدرش إن احنا في الوقت الحالي نحسب الأثر الصافي الخاص بالخسارة أو المكسب. يعني الصين كل متخوفها إن بيحصل تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي عندها، وحتى إذا كان في بعض الآثار الإيجابية اللي كانت موجودة في الجانب الأمريكي في الفترة الراهنة، فهي على الأثر النهائي لا حصل إبطاء في معدل النمو الاقتصادي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. المنتجين في الولايات المتحدة الأمريكية بيضغطوا حاليا على الإدارة الأمريكية أنها تتراجع عن الارتفاع المستمر، وهو فعلا هو دلوقتي وقف مسألة الارتفاع في الرسوم على الواردات من الولايات المتحدة من الصين، لأن إذا كانت هناك بعض المكاسب وهناك بعض الخسائر، لكن الأثر الصافي اللي حصل على الاقتصاد الأمريكي هو تباطؤ بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي أو في معدل النمو الاقتصادي، وبالتالي ده تأثيره كبير جدا. صحيح حصل تراجع في الميزان التجاري، بس طبعا بنتكلم ايه تراجع، يعني لان الولايات الصين بتدين الولايات المتحده الامريكيه برقم كبير جدا. فانا ما اعتقدش ان الصين عندها تخوف، الا ان المشروع اللي هي اقدمت عليه اللي هو الحزام والطريق، انه الامور دي بتاثر بالسالب عليها، لان طبعا هي يعني عايزه تستمر في الارتفاع في النمو الاقتصادي، لان ده بيساعدها على ان هي توفر جزء من الاحتياطيات، لان حجم الاحتياطيات اللي كانت في الصين السنه اللي فاتت حوالي 4 تريليون، النهارده بقت 3 تريليون، يعني في انخفاض في حجم الاحتياطيات اللي هي بتستخدمها في هذا المشروع. الامور اللي بتحصل لها النهارده هي مش خايفه من ورقه تايوان قوي، مش خايفه من الامور العلاقات اللي بتتعقد يوما بعد الاخر مع الجانب الامريكي، قد ما هي خايفه على وضعها امام الاقتصاد العالمي، لان النهارده لما بتتكلم عن طريق طريق الحرير والحزام بنتكلم على مشروع الحلم للصين. صحيح. اللي هي من خلاله هتدير الاقتصاد العالمي، وهو كل الضغوط اللي بتعملها الاداره الامريكيه، يعني خلينا نتكلم اقتصاديا ملهاش علاقه بان احنا عايزين نخفض العجز فيه، لانه مش هيحصل تخفيض في العجز، لازم نكون صرحاء ان الصين ستظل يعني تدين الولايات المتحده الامريكيه الى ما شاء الله في هذا الجانب، لان ده جانب متعلق زي ما الدكتور قال، ان الجانب الوضع التنافسي للمنتجات الصينيه داخل الاسواق العالميه عالي جدا جدا، كمان المشروع الطريق والحزام هيخلي هذا الوضع التنافسي يعززه اكتر.
لان عن طريق ان انا النهارده الصين مش هتبقى بتنتج وتصدر من الصين مباشره، لا نعم. هتقدر تصدر عن طريق نقاط قريبه جدا من العالم، وبالتالي هتوفر كمان في عنصر التكلفه. فانا اعتقد ان الاداره الصينيه كل ما تتخوف منه من هذه الامور، من الضغط، مره بموضوع بتايوان، مره نتكلم عن قله الايجور، مره مش عارف، يعني الاداره الامريكيه تقريبا طلعت كل الكروت، واعتقد ان يعني الكروت بعد كده ما قالها ان مش هيبقى يعني متوفره له يعني لفتره كبيره، يعني ان هو يقدر يضغط بيها. يعني افهم من حديثك يا فندم انه ربما الاضرار ستكون واقعه على الجانب الامريكي اكثر من الصين. بلا شك. نعم. بلا شك الاقتصاد الامريكي هو الاكثر يعني الخاسر بدرجه اكبر بكثير من الجانب الصيني، لان الجانب الصيني برضه عنده وعي كويس جدا قبل ما يعني اثناء الانتخابات اللي هي كان فيها ترامب، كان عندهم تخوف انه لو جت الاداره الامريكيه عن طريق برئاسه ترامب هيكون ليه تاثير شكله ايه، ودارسين الوضع. واحنا شفنا مشكله هواوي النهارده لما يعني اظهرتها الولايات المتحده الامريكيه، كان رد الصين ايه؟ يعني كان ردها رد قوي جدا، واضح ان هي كانت عامله حساب ان هيبقى في مشكله فيما يتعلق بالاندرويد، وقدرت ان هي كان مسجله براءه اختراع من قبليها، وانها تنزل النهارده هواوي بشكل جديد وبشكل تقدر انها كمان تكسب ماركت شير. حتى لما سالوا رئيس شركه هواوي على الوضع والخساره اللي اتحققت، قال لا بالعكس احنا الجانب الامريكي عمل لنا تسويق بدرجه كبيره جدا جدا ما كناش نحلم بيها ولا نقدر ان احنا نتحمل تكلفتها. فانا ارى انا في شخص في رايي الشخصي ان الجانب الصيني هو اللي ينتصر، لان الجانب الصيني هو عنده قدره كبيره جدا على يعني الثبات الانفعالي اللي هو العكس تماما مع الاداره الامريكيه. الثبات الانفعالي عنده يعني، فاعتقد لا هو الجانب طبعا في خساره للطرفين ما نقدرش ان احنا نقول، وللاسف ان الخساره بتترجم علينا احنا برضه بالتأكيد. طب خليني أرجع لهذه النقطة في وقت لاحق دكتور ياسر، يعني ولكن إذا سمحت لي أذهب إلى دكتور محمد، هل ترامب كان يعني يمهد لحربه مع الصين؟ ربما لم تكن المرة الأولى التي يخرق فيها ترامب السياسة الدبلوماسية للولايات المتحدة بشأن تايوان تحديدا. ربما ترامب هاتف رئيسة تايوان تساي إنغوين في 2016، ووقع أيضا في 2018 على قانون يسمى بمبادرة ضمان تأمين آسيا لتعزيز الروابط العسكرية بين تايوان والصين. هل كان يمهد يا فندم الطريق لحربه مع الصين؟ يعني مسألة الحرب أعتقد أنها مسألة يعني فيها قدر من المبالغة، أو على الأقل هي ليست في المدى المنظور، لأنه حتى إذا افترضنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير إلى حرب مع الصين، على الجانب الآخر الصين لن يعني في تقديري لن تسمح بالدخول في هذا التصعيد أو في هذه المواجهة، لأنها تدرك ربما هذا يجهض المشروع الصيني للصعود، وسيمثل ضربة أيضا يعني للنظرية الصينية بشكل عام فيما يتعلق بالنمو السلمي، أو فيما يتعلق بأفكار عديدة يعني قدمتها الصين في الفترة الأخيرة كما أشار إليها دكتور ياسر، خاصة فكرة الحزام والطريق، هي معتمدة بالأساس على التكامل الاقتصادي والاعتماد المتبادل بين الصين وبين عدد كبير من الأقاليم المختلفة. فبالتالي الأطراف جميعها في تقديري ستتجنب الدخول في هذه المواجهة، والآن لا يوجد أي حديث عن مواجهة عسكرية، الحديث كله بالكامل منصب على المواجهات التجارية أو الصراع التجاري، وهذا النوع من الصراعات يأخذ مدى زمني بعيد إذا افترضنا أن نتيجته النهائية هي المواجهة العسكرية، وأعتقد أن هذا احتمال يعني ضعيف جدا، خاصة أن الصين يعني قد إذا لم تكسب هذه الحرب في النهاية فهي يمكن مازال لديها الكثير من البدائل التي يمكن من خلالها التغلب أو إهمال السوق الأمريكية، مازال هناك أسواق عديدة جدا بما فيها حتى السوق الأوروبية، يعني ليس كل الدول الأوروبية تماهت مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بقضية هواوي، فيما يتعلق بالحرب التجارية أو الرسوم الجمركية بشكل عام. الصين لديها قدرات تنافسية عالية جدا في اقتصادات جنوب شرق آسيا وفي أفريقيا وفي أقاليم عديدة جدا، الصين تمتلك فيها قدرة كبيرة على النفاذ إلى الاقتصادات، ليس فقط من خلال التجارة ولكن أيضا من خلال الاستثمارات الصينية المباشرة في هذه الدول.
مشروع مبادرة حزام والطريق يفتح أفاق واسعة جدا للاستثمارات الصينية، خاصة في قطاعات البنية الأساسية، وكثير من الشركات الصينية بدأت بالفعل في تنفيذ مثل هذه المشروعات وفي الاستحواذ حتى على شركات محلية في عدد من الدول. فبالتالي الصين لديها بدائل عديدة جدا، قدرتها على النفاذ إلى أسواق عديدة ما زالت مرتفعة بما فيها الاقتصادات المتقدمة وعلى رأسها الاقتصادات الأوروبية. طبعا حضرتك هنا بتتكلم عن البدائل للرد الصيني، يمكن في الفترة الأخيرة أيضا دكتور محمد تابعنا أن كل الردود الصينية هي عبارة عن إشادات غضب أو إدانات للأفعال الأمريكية، ألا يوجد أي أوراق مساومة من الممكن أن تقوم بها الصين؟ فيما يتعلق بقضية تايوان، الصين تكتفي دائما، وكما أشرت قبل ذلك ليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الصين بعمل صفقات أو بيع يعني أسلحة لتايوان، يعني هناك مناسبات عديدة سابقة حدثت والصين اكتفت في يعني في كل المرات السابقة، وبما فيها هذه المرة اكتفت بالتأكيد أو تنديد وشجبها ورفضها مثل هذا التوجه. ولكن في نفس الوقت هناك سياسات عملية يعني تتم على الأرض، هي ليست في حاجة لمواجهة مع تايوان في هذه المرحلة، ليست في حاجة إلى مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك أمور يعني عملية يتم دائما يعني اتخاذها إذا ما قامت تايوان بإجراءات محددة. يعني على سبيل المثال في عام 2006 عندما قامت تايوان أو كان هناك استعداد لإجراء استفتاء داخلي أو إعلان الاستقلال من جانب واحد في تايوان، قامت الصين بإجراء مناورات عسكرية مباشرة حول بالقرب من تايوان. فبالتالي الصين دائما لا يعني هناك خط أحمر لما تعتبره تجاوز للحدود تايوان، وبالتالي تتصرف بشكل عملي جدا، وهناك قوانين داخلية يعني تسمح للصين والحكومة الصينية باتخاذ أي إجراءات عملية للتعامل مع أي إجراءات أحادية من جانب تايوان لإعلان استقلالها. فيما يتعلق بقضية تايوان، الخط الأحمر بالنسبة للصين هو أن تعلن تايوان استقلالها أو انفصالها عن الصين من جانب واحد، بالإضافة إلى ذلك تأخذ إجراءات عقابية لأي دولة تعلن اعترافها بتايوان كدولة مستقلة أو تنازلها عن مبدأ الصين واحدة. وهناك بعض ويعني هناك بعض الدول المحدودة جدا، هذا عدد محدود ربما لا يزيد عن دولة أو دولتين، هي التي يعني تعلن عدم التزامها بالصين واحدة، والصين تأخذ يعني إجراءات عقابية ضد هذه الدول، إجراءات في يعني هي في الغالب إجراءات اقتصادية وتجارية وإجراءات دبلوماسية. فهناك خطوط حمراء فيما يتعلق بقضية تايوان هي التي عندها فقط الصين تتصرف بشكل عملي، لكن فيما يتعلق بالصفقات هناك إجراء، هذا هو الإجراء التقليدي والمتبع الذي تتبعه الصين. سأعود إليكم مرة أخرى للحديث بصورة أكبر عن طبيعة ربما العلاقات التايوانية الصينية ليفهمها المشاهد بصورة أوضح، ولكن إذا سمحتم لنذهب الآن إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل نعود مشاهدين معكم مرة أخرى لاستكمال هذا الحوار. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، ما زلنا مستمرين معكم في هذا الحوار في الفقرة الأولى الحوارية من نقاط ساخنة، ونتحدث عن الحرب التجارية الأمريكية الصينية واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية ورقة تايوان للضغط على الصين في حربها التجارية. مرة أخرى أرحب بضيوفي في إكسترا نيوز، الدكتور محمد فايز فرحات الخبير في الشؤون الأسيوية والعلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، أهلا بحضرتك مرة أخرى يا فندم. وأيضا معي الدكتور ياسر جدالله مدير مركز البحوث والدراسات الصينية وأستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أرحب بك مرة أخرى دكتور ياسر. طيب قبل الفاصل كنا نتحدث عن طبيعة العلاقات بين الصين وتايوان، ما هي طبيعة العلاقات بينهم دكتور ياسر؟ العلاقات فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ولا بتحرك الجانب الاقتصادي والعلاقات السياسية التي تجمع بين البلدين، طبعا يعني بين الصين وتايوان، نعم مش عايزين نقول البلدين يعني أوكي. يعني طبعا الصين بتعتبر ان تايوان جزء لا يتجزا من الصين، وبالتالي بتعتبر ان الدعم الدائم والمستمر للجانب التايواني في كافه الامور العسكريه او في كافه الامور التجاريه ده شان مهم جدا للحفاظ على الـ 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 الوحده من منظورها، لان النهارده الصين
يعني بتعتبر ان في زي ما دكتور محمد قال في امور تعتبر بالنسبه لها خطوط حمراء لا يمكن الاقتراب منها، يعني مناوشات ما فيش مشكله، لكن ان حد يجي يتكلم يقول ان 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 تايوان دي مش تبعنا او تايوان دي احنا بنعترف بها كدوله، فلا هي كل الدعم بتقدمه فالعلاقات يعني ما اقدرش حتى نقول بمعنى علاقات لانها بتعتبر ان هو يعني ما اقدرش نقول ان في العلاقات الاقتصاديه بين القاهره والاسكندريه مثلا، ما نقدرش نتكلم على هذا الجانب لان احنا هنا بنقول ان احنا ان القاهره واسكندريه بيقعوا في دوله واحده وهي مصر، فبالتالي الصين بتدعم الامور بينها وبين تايوان في كافه المناحي باعتبار ان هم وحده لا تتجزا، وعلى فكره برضه هناك مصالح اقتصاديه او هناك امور لتايوان ان هي ما ينفعش ان هي يعني مساله الانفصال دي عمليه مش صحيح مش سهله، لكن هي مش اكتر من يعني بعض الامور اللي بتضغط بيها الولايات المتحده الامريكيه من ان لاخر، يعني هي بتشوف كل الكروت اللي ممكن تقدر ان هي تلعب بيها الاداره الامريكيه، زي ما قلت يمكن من شويه ان في فتره كنا بنتكلم عن قله الايجور اللي موجوده في الصين، ودي بقى لها اكتر من 200 سنه موجوده، والمشاكل اللي النهارده بتتكلم عنها الاداره الامريكيه كانت موجوده قبل كده، ولكن هو نوع من الايه من ان الجانب الامريكي عايز يظهر للعالم انتوا متخيلين ان الصين لما هتدير العالم هتبقى احسن من امريكا؟ لا، هي مش احسن من امريكا على فكره، ده عندهم مشاكل كبيره، عندهم عدم احترام لحقوق الانسان، عندهم مش عارف ايه، وفي نفس الوقت برضو بعض الامور اللي هي بتهدف اليها الولايات المتحده الامريكيه ان ما بيبقاش في دوله عندها قوه. يمكن ده حصل مع روسيا كمان بالظبط، فالنهارده ده نوع من الانواع ان انا ممكن ادعم تايوان مش حبا في تايوان، ولكن هو الاضعاف للجانب الصيني، لكن ما اعتقدش ان الامور هتبقى يعني كما تحلم بها الاداره الامريكيه. نعم. دكتور محمد، كم نبعد عن اتفاق يجمع بين الصين والولايات المتحده الامريكيه لانهاء الحرب التجاريه؟ فيما يتعلق يعني بالحرب التجاريه اعتقد ان الامر ربما يكون مؤجل لحين انتهاء الانتخابات الرئاسيه في الولايات المتحده الامريكيه، واعتقد انه ما قام به الرئيس الامريكي خلال مجموعه العشرين سواء فيما يتعلق بالتصريحات الإيجابية أو اللقاء اللي تم ما بينه وما بين الرئيس الصيني، أو فيما يتعلق بالزيارة المهمة اللي قام بيها أو اللقاء اللي جمعه مع الرئيس الزعيم أو زعيم الكوري الشمالي، أعتقد أنه الاتجاه العام كان هو التهدئة مع الصين فيما يتعلق بالحرب التجارية، خاصة من خلال الإعلان عن بدء جولة أو الاستعداد لبدء جولة جديدة من المفاوضات، لكن أعتقد أنه المفاوضات ما زالت تواجه نفس العقبات اللي واجهتها قبل كده، هناك رفض صيني لكل المطالب الأمريكية فيما يتعلق بالأمور التجارية، سواء فيما يتعلق بطلب الولايات المتحدة الأمريكية تسهيل نفاذ شركات أمريكية إلى قطاعات معينة، أو فيما يتعلق بمطالبة أمريكا للصين أيضا بتخفيض أو إلغاء الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية لبعض الشركات الصينيه المملوكه للدوله بالطبع بشكل يؤثر على قدره هذه الدول قدره هذه الشركات على المنافسه في الاسواق الخارجيه بما فيها الاسواق الامريكيه، فالفجوه ما زالت قائمه، لن في تقديري لن تكون الاداره الامريكيه متفرغه او لهذا الامر بشكل كبير، وليست على استعداد ايضا للتوصل الى اتفاق لان هذا قد يمثل خصم من يعني قدره الرئيس الامريكي على او خطابه اللي اعلنه قبل بدء هذه الحرب التجاريه. داخل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هناك بعض القطاعات أو الشركات المستفيدة من هذه الحرب التجارية، ربما الرئيس الأمريكي لا يغامر بخسارة هذا القطاع يعني قبل إجراء قبل الانتخابات، وبالتالي هناك مجموعة يعني من العوامل في تقديري قد تؤدي بتجميد هذه الحرب مؤقتا لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية. دكتور محمد، هل أنت مع أو ضد سياسة دونالد ترامب فيما يتعلق بالعلاقات التجارية؟ يعني أعتقد أن دي مسألة تمثل تراجع أمريكا عن فكرة حرية التجارة، وده موقف كل المؤسسات الدولية بما فيها موقف صندوق النقد الدولي، هي انتقدت أيضا هذه الحرب وقالت بشكل صريح أن ده هيأثر على حجم أو معدل النمو الاقتصادي وحجم الطلب المسؤول عن جر النمو الاقتصادي خاصة في الصين أو في الولايات المتحدة الأمريكية، فأعتقد أنه مثل هذه الحرب سيكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي بشكل عام، ليس فقط الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني. هناك اتجاه يقول أن
أن الدول النامية ربما تستطيع الاستفادة من هذه الحرب التجارية، ولكن أعتقد أن ليست الأمور ليست بهذه السهولة، لأن الأمر سيعتمد على قدرة هذه الدول على أن تقدم سلع قابلة للاستيراد سواء من جانب الصين أو من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أنه دول العالم النامي ما زالت تواجه مشكلة فيما يتعلق بهذه المسألة، فالأمر ليس يعني بالسهولة التي يمكن معها القول بأن الدول النامية يمكن أن تستفيد من هذه الحرب، بل على العكس ربما الدول النامية تكون متضررة أيضا، لأن يعني الطلب الصيني على الإنتاج سيتراجع، وبالتالي ستتراجع أيضا حجم الواردات الصينية حتى من السلع الأولية التي تقدمها الدول النامية. نعم، طيب دكتور ياسر، كان هناك هدنة تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. الإدارة الأمريكية بالأمس فرضت رسوم جمركية جديدة على بعض منتجات الصلب المستوردة من الصين. ألا يعد ذلك يعني انتهاكا لهذه الهدنة التي تم التوصل إليها على هامش قمة العشرين؟ يعني بالنسبة للإدارة الأمريكية ما بيعتبرهاش نوع من يعني الانتهاك، هو بيعتبر ان هو يعني انا اعتبر ان الاداره الامريكيه هي لا زالت تتعامل على ان الولايات المتحده الامريكيه هي التي تدير الاقتصاد العالمي، وهي القوه العظمى في العالم، ولها الحق ان تفعل ما تفعل. خلينا نتكلم اقتصاديا برضو بشكل يعني اوضح، وان كنت بميل للجانب الصيني عن الجانب الامريكي، لكن عايز اقول ان برضو يعني في حقوق للجانب الامريكي في الصين، ودي لازم نقولها، ان هناك اعتداء على حقوق الملكيه الفكريه الخاصه بالمنتجات الامريكيه داخل السوق الصينيه بشكل كبير، ويمكن ده برضو دي نقطه يعني بتثير حافظه الجانب الامريكي. فبالتالي النهارده يعني وفقا ل حتى التشريعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، إذا كان هناك انتهاكات تتعلق بالمنتجات الأمريكية داخل السوق الصيني، أو حتى بيتم إعادة تصديرها مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من حقها أن هي تستخدم المرسوم الخاص برفع معدلات التعريفة الجمركية كإجراءات انتقامية، بس مش بالشكل اللي بتتخذه الإدارة الأمريكية، لا، لازم ترجع للمجلس المنازعة فض المنازعات الموجود في منظمة التجارة العالمية، وتبتدي أنها تشوف إيه الاعتداءات. لكن لازم نقول بمنتهى الأمانة أن الاقتصاد الصيني بني على التقليد، ولما اتبنى على التقليد معناه الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للغير، ومن جانب الغير هو الولايات المتحدة الأمريكية. فده يعني بيخلينا ما نبصش بقى ان في انتهاك للهدنة او مش. لكن في النهاية برضو حتى الارتفاعات اللي حصلت في الرسوم ما هيش بالنسبة برضو هي في الإطار الهامش اللي كان متفق عليه انه ما زدش عنه، لانه كان متفق كان يعني كان الإدارة الأمريكية بتسعى انها تعدل 25%. نعم صحيح، لا هي ما خرجتش لهذه النسبة. نعم، يعني تبقى القليل من الوقت دكتور ياسر ودكتور محمد، يعني إذا سمحتم هذا السؤال لي دكتور ياسر ودكتور محمد، سأعود إليك في ذات السؤال. تأثير الحرب التجارية على مصر؟ تأثير الحرب التجارية في الشورت ران، في الأجل القصير لا يبدو التأثير واضح، لكن في الأجل الطويل بيحصل نوع من تباطؤ بيحصل نوع من الركود الاقتصادي، وده بيحصل تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، وتباطؤ معدلات النمو معناها انخفاض حجم الناتج، وانخفاض حجم الناتج معناه انخفاض في حجم الطلب، وانخفاض في حجم الطلب معناه انخفاض في حجم التوظف، وانخفاض في حجم التوظف بيؤدي الى مزيد من البطاله. نعم. فبالتالي ما تيجي نبص على الانعكاسات، وطبعا احنا بنتكلم على ان احنا دوله حجم الاستيراد اكتر من التصدير، فبالتالي لما الدوله الاخرى هتقلل من طبعا ما بنتكلمش دوله الصين، احنا بنتكلم على المستوى العالمي يعني، فبالتالي ده معناه ان انا مش هلاقي او هلاقي باسعار مرتفعه، فده بالتالي هينعكس عليا بالسالب، فمش هقدر ان انا احقق الاحتياجات بتاعتي، وده برضو لان انا لما بستورد بعض المنتجات اللي بتدخل في منتجات هيتم تصديرها ده هيقلل من صادراتي، فبالتالي هيزود من العجز في ميزان المدفوعات، فينعكس برضو عليا بالسالب ان النمو الاقتصادي بتاعي هينكمش، لكن مش هيظهر هذا التاثير النهارده. لان عايز اقول لحضرتك ان الازمه الماليه اللي حصلت في امريكا في 2008 سمعت عندنا في مصر في 2012. نعم. فلما نتكلم عن الحرب التجاريه اللي موجوده بين الصين والولايات المتحده الامريكيه، على بال ما توصل لنا، على فكره بعد ما تتحل برضو هتوصل لنا.
اوكي بس بتاخد فتره زمنيه نعم. معينه فلا تاثيرها طبعا اكيد سالب مش بس على مصر على كل الدول المانيه. الشرق الاوسط دكتور محمد تاثير هذه الحرب على الشرق الاوسط يعني اعتقد انه زي ما اشار دكتور ياسر التاثيرات يعني ستعتمد ايضا على حاله كل دوله وحاله كل اقتصاد وحاله كل اقليم لكن بشكل عام هناك علاقة ما بين الركود في الاقتصاد العالمي وما بين تأثر كل الاقتصادات لأنه حالة الاعتماد المتبادل والتأثير المتبادل أصبحت يعني مرتفعة جدا داخل الاقتصاد العالمي وداخل التجارة العالمية فهذا اتجاه عام لكن قدرة كل اقتصاد على التعظيم أو الاستفادة من هذه الأزمة سيعتمد على قدرة أو كل حالة بعينها نعم. لكن فيما يتعلق بهذه الحالة أعتقد أنه يعني احتمالات ضعيفة أن تستطيع أي من دول الشرق الأوسط أن تقدم البدائل للسلع الصينية للسوق الأمريكية وسيعتمد الأمر أيضا على قرار المستورد الأمريكي بالاعتماد على بدائل موجودة في الشرق الأوسط نعم. لكن الاتجاه العام أعتقد أنه سيكون يعني محدود لأي من دول الشرق الأوسط في أنها تمثل بديل للسلع الصينية خاصة أنها كلها سلع مصنعة أو سلع يعني صناعات نعم. متقدمة بشكل كبير طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا كنت معنا الدكتور محمد فايز فرحات الخبير في الشؤون الأسيوية والعلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات شكرا لحضرتك أيضا شكرا. الشكر موصول لحضرتك يا فندم الدكتور ياسر جد الله مدير مركز البحوث والدراسات الصينية وأستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان شكرا جدا لحضرتك نعم. مشاهدينا نذهب معكم الآن إلى فاصل قصير بعد هذا الفاصل سأعود إليكم مرة أخرى للفقرة الحوارية الثانية لليوم ابقوا برفقتنا